متأكدة أن أحدا لم يلحق بنا؟ طالما أننا وصلنا فنحن في أمان. اجلسي، استرخي، خذي نفسا عميقا، أنت في أمان الآن. لا أصدق أنني فعلتها. وين؟ في الصالحية أمام البرلمان. صدقي، وقريبا أمام وزارة الدفاع سنفعلها. مستحيل. من وصل إلى البرلمان في مظاهرة يمكنه أن يصل إلى القصر الجمهوري. بالنسبة لي ما يهمني هو أنني فعلتها. تبدو أنها مظاهرتك الأولى. هي كذلك، حاولت مرات عديدة لكن الخوف كان يمنعني. تذكرين مظاهرة الفنانين في الميدان؟ كنت أني المشاركة بها، أضعت الطريق وعندما وصلت كانت قد انتهت، مع أنني أعرف المنطقة جيدا. ربما تعمدت أن تضيعي الطريق دون أن تدركي ذلك. لا أستبعد، أما اليوم فلم يكن من الممكن أن أضيع البرلمان. أنا محظوظة إذن أنني شاركتك المظاهرة الأولى. كان سؤالي المفضل لكل المعارضين، كيف كانت مظاهرتك الأولى؟ تماما كالسؤال عن القبلة الأولى. توقفت عن طرح السؤال عندما تتالت الإجابات نفسها، صارت مملة. شعرت أنني حرة للمرة الأولى، شعرت أنني أملك العالم، أنني قوي، وكلمات من هذا النوع. هل هذه إجابات تقليدية بالنسبة لك؟ المكان مريح هنا، تعيشين لوحدك؟ منذ 10 سنوات. وأهلك؟ يعيشون هنا في دمشق في الميدان، سمعت أنهم تركوها. لا تتكلمين معهم أبدا؟ لا، منذ أن تركت المنزل تحديدا، عندما وصل أخي خالد إلى سن البلوغ واكتشف قدرته على الانتصاب وضخ الحيوانات المنوية. فرحت أمي بذلك وعملت أن يحل مكان أبي الذي كان قد توفي قبل سنوات. حاول خالد أن يضربني، ضربته وخرجت من المنزل. لا زال قلبي يدق بسرعة كبيرة، تماما كما كان الأمر مع القبلة الأولى. تشبهك في مكانه، خوف ونسوة ودهشة. ما اسمك؟ فرح. أنا دنيا. لم أراك خلال المظاهرة. كان هناك أناس كثر. تدرسين؟ تخرجت من كلية فنون جميلة منذ سنتين، اختصاص نحت. نحت؟ يلزم النحت أصابع قوية. أصابعك ناعمة. ناعمة وقوية. النحت صعب لكنه ممتع. المنحوتة هي أكثر الأشياء خلوداً. يسعى الإنسان لتخليد اللحظات أو المشاعر بالرسم أو التصوير أو الكتابة، لكن لا شيء يمكن أن يكون أكثر خلوداً من النحت، على الرغم من كونه الأكثر صعوبة. لكنه قلبي، يسعى دائماً لكل ما هو صعب. تنحتين الآن؟ هل لديك سشوار؟ سشوار؟ شغلي بسرعة. أطفئي. ما الأمر؟ حبيبي، قلت له أنني عند الكوافيرة، يمنعني من الخروج في المظاهرات. مؤيد؟ معارض ومطلوب أيضا، لكنه يخشى علي من الاعتقال أو الضرب أو الاغتصاب. أشياء قد تكون أفضل، وحتى لا يعلن مخاوفه يكفي أن يشعر أني تجاوزت الخطوط الحمراء حتى يجن جنونه. الأمر بالنسبة له ليس مجرد اعتقال. تخافين أو تخافين الاعتقال؟ لا أعرف، لا أستطيع التحديد. لكنك كنت في مظاهرة. كنت خائفة. طبيعي أن تكوني خائفة، لكن خروجك في المظاهرة يعني أنك تغلبت على الخوف. ماذا تقصدين؟ لنقل إنك تحملين مخاوف كثيرة في داخلك. اليوم تجاوزت واحدا منها، لكن لا يبدو الأمر بالنسبة لي هو الأكبر. الإنسان القادر على تجاوز الخوف من الاعتقال هو إنسان مؤهل
لتجاوز جميع مخاوفه. هو مؤهل، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أنه سيفعلها. كلام مهم، رغم أنني لم أفهمه تماماً. هل زرت محللاً نفسياً من قبل؟ لا، رغبت بذلك مرات عديدة، لكنني لم أقدم على هذه الخطوة. في كل مرة أشعر أنني سأذهب إلى الطبيب لسبب مختلف. أدركت أن لدي أسباب كثيرة، لكنه سبب واحد بات ملحاً في الفترة الأخيرة. لقد توقفت عن النحت منذ أن تخرجت. أريد أن أتابع، لكن شيئاً ما يمنعني. أنت محللة نفسية؟ درست، لكنني لم أمارسها. أحمد، لم أنتهي بعد. كانت الكهرباء مقطوعة. ارفع صوتك. تأخرت حتى جاء دوري، لم أسمعك. لقد بدأت العمل بشعري ولا يمكن أن تتوقف فجأة. فهمت فهمت، قلت لا يمكن أن تتوقف فجأة. أحمد، لا داعي للغضب. نعم، ارفع صوتك. أحمد، أقفل الخط. منذ أشهر ونحن نعيش على هذه الحال. يتصل كل ساعة ليطمئن علي، وتحديدا عند خروجي من المنزل. في السابق كانت الأمور أسهل. وجود صديقاتي ربا وليلى كان يهون علي الأمور. ربا الآن في بيروت، وليلى هربت إلى الأردن بعد أن اعتقلت لمدة شهر. لم نعد نتواصل معهما، لا أعرف لماذا. لم يبقى لي سوى أبي وأحمد. لا أخرج من البيت إلا قليلا، وغالبا إلى بيت أحمد، وهناك نقضي معظم الوقت في مشاهدة الأخبار. أحمد يحبك، لكنه يبدو مرهق. لم يكن كذلك. عندما اعتقلت ليلى، قام مجموعة من الضباط بتعريتها. طلبوا منها أن تغسل ملابسهم الداخلية، ثم أمروها بتحضير القهوة. أمروها أن تستلقي على الطاولة التي يشربون عليها القهوة. لم أصدق هذه الحكاية. كيف لمجموعة من الضباط أن يتفقوا على ذات المرض؟ كنت أن سمع أحمد هذه الحكاية وهو يترصد حركتي بشكل دائم. مطلوب مني أن أعود إلى البيت قبل الساعة الخامسة. يمنعني أن أكتب أي تعليق على الفيسبوك أو أضع صورة. أحاول أن أسيره، لكنني أنا أخاف أيضا. لما لا تتزوج؟ مستحيل. أهلك يرفضون؟ مستحيل أن يعرف أبي بالأمر. طبيب متعلم؟ طبيب أطفال. وأمك؟ متوفية. لن تستمر الأمور على هذه الحال. سيهرب أحمد إلى الأردن وسألحق به. هناك سنعيش معا تماما كالمتزوجين. هناك لن يغضب، لأننا سنكون آمنين. عندما يشعر أحمد بالأمان لا يغضب. بابا، لم أنتهي إلى الآن. ألم تسمعني؟ لم أنتهي بعد. لقد بدأت للتو. يا بابا، لن أتأخر، والله لن أتأخر. سأكلمك حالما أنتهي. إن شئت لا تنتظرني، أرجوك كل. طيب، كما تريد. ما الذي سيحدث لو تزوجت أحمد وعرف أبوك؟ مستحيل. ماذا لو فعلت؟ يذبحني. لكنه يحبك. تتبرأ منه العائلة إن لم يفعل. هل يحبك أم يحب العائلة أكثر؟ تتحدثين وكأنك تعيشين في أوروبا. لكنه طبيب. أجزم أنك لم تتخيلي من قبل ما الذي سيحدث. أعتقد أنها مجرد أوهام. لا أعيش في أوروبا كما تقولين، لكنني أحاول أن أتخيل. ماذا لو؟ إنه لا يقبل أن يأكل قبل أن تعودي إلى المنزل، وهو مع ذلك سيذبحك إن تزوجت من طائفة أخرى. هل تجدين هذا معقولا؟ لا، ليس معقول. خوفك والوهم في رأسك هما سببان حقيقيان لتفكيرك في الأمر. لكنني سمعت قصصا حقيقية لآباء ذبحوا بناتهم لسبب ذاته. تماما كالضابط وصديقتك ليلى. إنها قصة حقيقية. أن تكون حقيقية لا يعني أنها ستحدث معك.
كيف لم أراك في المظاهرة؟ شعرك جميل، إياك أن تقصي. لماذا قصيت شعرك أنت؟ شعرك جميل أيضا. فعلتها للمرة الأولى عندما ضربت خالد وخرجت من المنزل. لم يكن مؤلم بالنسبة لي أن أخي الشاب يريد أن يفرض سيطرته علي. كان المؤلم أن من يفعل ذلك هو خالد. عندما كان خالد صغيرا لم يكن يقتنع بأي مكافأة في العالم، لا السكاكر ولا الحدائق ولا برامج الأطفال. شيء واحد كان كفيلا بالتأثير عليه أن يسرح لي شعري. كان يمشط شعري بحرفية ورقة لا يمكن وصفها، والغريب أنه كان يتحايل لكي يطول الأمر. كبر خالد، أراد أن يضربني، ضربني بسبب بنطال ضيق أردت ارتداءه. ضربته، تركت المنزل، قصصت شعري للمرة الأولى. أمي كانت تقص شعرها دائما. هل ستخرجين إلى التظاهر مرة أخرى؟ لا أعرف إن كنت سأستطيع تحمل هذا الخوف مرة أخرى. يزال صوت الرصاص يسمن رأسي. حدثيني عن شعورك في المظاهرة. أيا كان جوابي ستعتبرينه تقليديا. عموما لم أشعر بشيء، لكن ما جعلني أشعر بالحماس أن أمي كانت تتظاهر معي بشعرها القصير والشامة على خدها الأيمن. كانت سعيدة وواثقة، كل شيء في مشيتها، في هتافها، في ابتسامتها، في عينيها، كان يقول ذلك هو الحل. كيف لم نره من قبل؟ هيا يا فرح، بإمكانك أن تخرجي في مظاهرة، بإمكانك أن تفعلي الكثير، أن تتفوقي في المدرسة، بإمكانك أن تكوني جميلة وجذابة، بإمكانك أن تقولي لا. كلما كنت أهتف كانت تنظر إلي وتقول بإمكان صوتك أن يكون أقوى، وبالفعل كان صوتي يعلو شيئا فشيئا، إلى أن جاء الأمن صرخت بها أن تهرب وركت. لم أركض في حياتي بمثل هذه السرعة، كنت أسمع خطوات أمي تركض ورائي. أخيرا تعبت، التفت لأراها، لم أجدها. كنت أنت التي تركضين ورائي، أمسكتني من يدي وقدتني إلى هنا. ماذا كانت أمك ستفعل لو علمت أنك ارتبطت بشاب سني؟ لا شيء يا فرح يمكن أن يطمئن قلبي
سوى إدراكي أنك ملتزمة بما اتفقنا عليه. إن وعدتك أنني سألتزم، هل سيطمئنك هذا؟ لا، أشعر أن لا شيء في هذا العالم يمكن أن يطمئنك. لا أقبل فكرة مغادرة دمشق، لكنني مع ذلك أسأل نفسي، هل أعيش في دمشق ثاني؟ منذ 3 أشهر لم أغادر المنزل. ما الفرق إن حملت هذا المنزل ووضعته في عمان أو بيروت أو أي مكان آخر؟ هذا يعني أنني أغادر المنزل، أما دمشق فقد غادرتها منذ 3 أشهر. ترى؟ أين الحذاء الأسود يا سيدي؟ لم تقل لي أنك تريده. وهل يجب علي أن أقول لك كل ما أريده؟ لماذا لا أقوم بترتيب حقيبتي بنفسي؟ لا أرغب في ذهابي إلى الأردن. أحيانا أفكر في العودة إلى حلب. هناك يمكنني القيام بأشياء كثيرة، لكن شيئا ما يمنعني من العودة. ربما لن أطيق الحياة هناك. في زيارة الأخيرة للضيع كان كل شيء مريح، ذلك لأنهم اهتموا بي كما لو كنت ضيفا، لكنني لم أستطع أن أبقى هناك. لن أستطع تحمل الحر الشديد بلا مراوح، لن أستطع تحمل الصباح بلا قهوة بسبب عدم وجود غاز، لن أستطع تحمل الإيقاع البطيء للناس. حتى الناس لا زالوا لطفاء وطيبين، لكنني ما زلت أشعر أنني مختلف عنهم مع أننا متفقين في الثوب. ستخبرني عندما تعبر الحدود، أليس كذلك؟ لا تبحث مباشرة عن عمل، خذ قسطا من الراحة، استرخي، أنت بحاجة لوقت لكي تهدأ. ستلتقي بعدنان وكامل، اخرجوا معا، اشربوا، اسهروا. منذ متى لم تسهر خارج المنزل برفقتهم؟ أرجوك لا تفكر في المشاكل ولا تقلق علي، إنها فترة قصيرة وسألحق بك. إياك أن تفعليها قبل أن أستقر وأفهم طبيعة الحياة هناك. الأردن يا فرح بلد محافظ، وقد لا تكون فكرة جيدة أن نعيش معا في نفس المنزل. وهذا يسمح لي أبي بالسفر؟ سيفعل، فكري إنه يحبك. ربما لن يسمح لي لأنهم يحبوني. حتى لو لم أفعل، فكري إنها أيام قليلة وسنلتقي. ما الذي سيضمن؟ كل ما يحدث، كل ما يحدث يقول أن الأمر لن يطول. لماذا لا تثقين بي؟ تفجير مكتب الأمن القومي، الانشقاقات الكبيرة التي تحدث، الجيش الحر، الجيش الحر وصل إلى قلب دمشق. ماذا يعني كل هذا؟ أنا راحل اليوم، لكن لا تستغربي أن نجتمع هنا معا الأسبوع القادم. أنا أثق بك، لكن لا شيء يا أمه. حدك يا فرح. يا مرمو، أين هي بودرة الأقدام؟ نسيتها أن أضعها. يا مرمو، بودرة الأقدام يا فرح، بودرة الأقدام. نسيتها أن أضعها. أنا سأتسلل عبر الحدود زحمة، كتيبة كاملة من الجيش الحر ستكون برفقتي. علي أن أكون متحفزا في أي لحظة للركض، وقد اعتقل وقد أصاب وعدي. هذا كله يعني أنني يجب أن أضع في حقيبتي كل ما هو ضروري، الضروري فقط يا فرح، بودرة الأقدام. آسفة. ما يزعجني حقا انك لا تقدرين مدى خطورة الوضع. انا؟ نعم، اشعر وكانك لا تصدقين انني ساخوض رحلة بهذه الخطورة، او انك تعتقدين ان اي شخص قادر على الذهاب في رحلة كهذه. لن اضع بودرة الاقدام. ماذا عن مقص الاظافر؟ لا اريد ان ابتعد عنك، لا احب بقاءك هنا، ولا أستطيع السفر معك. تشوف لا تبكي يا فرح. وعدتك بقبل أن لا أبكي، لكنني لا أستطيع تملك نفسي أحيانا. إن لم تتوقفي سأبقى هنا، لن أسافر. سأتوقف. لن أسافر، أنا جاد. لا تجل. يعني ماذا تتوقعين مني؟ لن أستطيع تخيل أنني في الأردن وأنت تبكين هنا. ها أنت الآن قربي وتبكين، تعرفين أنني لا أحتمل ذلك، أنا مسؤول عنك، أشعر أنني موجود كي لا تبكي، ما الذي سيضمن لي؟ ما الذي سيضمن لي أنك لا تبكي؟ وأنا لن أسافر، أنا جاد. لا تقلق، سأكون جيدة. كامل. أنا أمنع نفسي من البكاء لأجلك، ما تقوله عيناك عندما أبكي يبدو أكثر صعوبة من بكائي. البارحة لا يزال صامتا كعادتي،
حاولت أن أكلمه لكنه لم يرد. قلت له إنني فرح بلقائه وبأنه لا يزال حيا. قلت له إنني بحاجة لألمسه لأن أسمع صوته لأن أعرف سبب حزنه. أذكر أنني تضرعت إليه لأن يخبرني عن الشخص الذي تسبب في حزنه. قلت له قل لي ماذا أزعجك؟ واعدك بأن آتي دراسة. تخيلي يا فرح، قلت له هذا. إنه حزين من أجلك، عليك أن تسافر كي ترتاح روحك. لكن روحي ستتعب من قلقي عليك. لا تقلق، سأعود إلى المنزل قبل 5 مساء. لن أكتب على الفيسبوك إلا أشعارا عن الحب. لن أتصفح صفحات الثورة. لن أفتح فيديوهات المظاهرات. لن أخرج بجرمانة إلى لبتومة أو القصاء. سأجد طرق عديدة للتسلية وإضاعة الوقت. لن أشعر بالوحدة. لن أتشائم. لن أشاهد الأخبار. لن أتأثر بكلام الناس عن الغد الأسود. لن أصدق كل من يقول إن الأزمة ستطول. وعندما أحدث نفسي سأقول كلمة، لن أقول كلمة أزمة، سأقول ثورة. لن أجلس مع ديما ولا يزن ولا أي شخص مطلوب للأمن. سأخفض أعصابي عندما يتحدث أحدهم أمامي عن المؤامرة أو الممانعة. إن سألني أحدهم سأقول أنا مع سوريا. المهم أن لا تقلق أنت. صدقيني، لن تطول هذه الأيام. أنا مؤمنة بك، أصدقك دائما، مؤمنة أنك لن تتركني، لن تكذب علي. لن أفعل. وأنا ملتزمة بما اتفقنا عليه ولن أكذب. أنت لا تكذبي. يجب أن أذهب. لقد خرجت في مظاهرة. إن تكرر الأمر سننفصل. تقصد تكرر خروجي في المظاهرة أو الكذب؟ إلى الآن لم تختبري شيئا. لقد اخترت اللطفاء من العناصر لاستخبارك، لكن هنالك آخرين مجانين جائعين، يكفي أن أشير لهم لكي يستبيحوك تماما. تستطيعين أن تخففي هذا كله إن اعترفت. ليس لدي ما أقوله. لماذا تسافرين إلى عمان؟ يبحث عن عمل. ماذا تعملين؟ لا أعمل. ما العمل الذي ستبحثين عنه؟ لا أعرف. علمنا أنك تجمعين التبرعات من أجل الجيش الحر. أنا ضد الجيش الحر. والإسوارة التي كانت موجودة في حقيبتك، أليس تعلم الجيش الحر؟ لا، أدى علم الثورة. أنت مع الثورة ضد الجيش الحر؟ أنا ضد الثورة. والإسوار؟ ليست لي. من ستقابلين في عمان؟ لن أقابل أحدا. وكيف ستبحثين عن عمان؟ أصدقائي سيساعدونني. يعني ستقابلين أصدقائك. هل هم معارضون؟ لا. مؤيدون؟ لا، هم مع سوريا. مع سوريا؟ هم مع سوريا؟ نعم. ونحن؟ ماذا تسميننا؟ مع البرازيل؟ ضد التسليح. مؤيدون ضد التسليح؟ لا. معارضون ضد التسليح مع سوريا؟ ليسوا معارضين. ما قصر؟ لا قصة لي. مسافرة إلى الأردن ولا أعرف كيف وصلت هذه الإسوارة إلى حقيبتي. سينادي العناصر، هم يعرفون تماما كيف يخلصون. أرجوك لا. اخرسي إذا. أكره بكاء النساء. كم عمرك؟ 24. تدرسين؟ تخرجت من الفنون من السنة الماضية. ما هو تخصصك؟ نحت. من وضع الإسوارة في حقيبتك يا فرح؟ لا أعرف. يبدو أنه شخص يريد إيذاءك. أكيد. توقفي عن البكاء. لماذا تكره بكاء النساء؟ الإسوارة لأحمد أعطاني إياها قبل أن يسافر. احتفظت بها لأنها الهدية الوحيدة منه.
لم أكن متأكدة أنني سأقابله مرة أخرى، وأيضا يكره دموع النساء. لست متأكدة، ربما دموعي أنا فقط، إنه يفعل أي شيء كي يبكي، لذلك توقفت عن البكاء أمامه. مع من تعيشي؟ مع والدي. هل يعرف بأمر سفرك إلى الأردن؟ لا. هل يعرف بأمر أحمد؟ لا. ماذا يعمل؟ طبيب أطفال. تحبين من؟ تكرهين؟ لا. تحبين أمك أكثر؟ أمي ميتة. كنت تحبينها أكثر؟ لا. هل عندك إخوان؟ لا، أنا وحيدة. لماذا لم يجبها غيرك؟ كانا مطلقين؟ لا، لم يكونا متفاهمين تماما، ربما كانا متفاهمين، لكن أمي لم تكن سعيدة معه. هي قالت لك ذلك؟ أخمن أنها لم تكن سعيدة، كانت علاقتهما غريبة جدا. غريبة؟ كانت علاقتهما غريبة جدا، ما معنى غريبة يا فرح؟ كانت أمي صامتة دائما، تقوم بكل ما يجب أن تقوم به، كانت ترعاه كأنه طفلها، كل شيء يسير بهدوء بشكل منتظم، لكنها لم تكن سعيدة، لطالما اعتقدت أنها تمنت الموت. هل حزن أبوك لوفاتها؟ بدا كأنه اليتيم ولست أنا. ومع ذلك تعتقدين أن أمك لم تكن سعيدة؟ لم يكن مهتماً بها عندما كانت حية، ووجدت الاهتمام عند رجل آخر. كنت سأسامحها لو فعلت. وماذا عنك؟ ها أنت أيضاً ترحلين، تتركينه وحيداً. لماذا؟ من أجل أن تكوني حرة؟ من أجل أن تعاقبينه؟ لا، ليس كذلك. أعطيني رقم هاتفي. من؟ أبي؟ نعم. أخذت مني هاتفي. طلبت الرقم، لم أطلب الهاتف. أعطني رقم هاتفي. هاتي تحفظينه. 0-933-98481. مرحبا دكتور، معك العقيد عمران. دكتور، ابنتك فرح محتجزة لدينا في الفرع على الحدود السورية الأردنية. كانت متجهة إلى عمان، وجدنا بحوزتها إسوارة عليها علم الثورة. نعم. حقيقة هذا ما أردت أن أكلمك من أجله. لا يبدو أنك هذا ما قلته لها، لكنها لا تفهم، ولا يبدو أنها ستفهم. لا أدري. تحدثوا عن الأمر وكأنه محسوم تماما بالنسبة لها. هل فكرت في الماضي؟ هل فكرت في الأيام القادمة؟ لو أنها تعلم ذلك. تجد نفسك وكأنك قادم من عالم آخر، وكأنك في واد وهي في واد آخر، وتسأل نفسك: هل تسمعني؟ هل تسمع؟ هل تفهم حقا ما تقوله لها؟ وترفض أن تسلم أنها بعيدة جدا جدا. كيف استطاعت أن تنطق بهذه الكلمات أمامي؟ لا أدري. وكأنك لا شيء، لا أحد، كأنك لا شيء. لكنك لم تخبرني. هل نعيدها إلى دمشق أم نسمح لها بإكمال طريقها إلى عمان؟
وداعا. إلى دمشق. يبدو أننا لابد من الحكمة. لا جيد الآن، حبست في بالغرض. لست أنت من يقرر. أرجوك بابا لا أريدها. حرارتك تكاد تصل الـ40. لكنني لا أشعر بشيء. هذا طبيعي، لن تشعري بشيء مهما بلغت حرارتك. أرجوك لا أريدها، تعرف أنني أكره الحكم. هذا عندما كنت طفلة، الآن كبيرة قادرة على السفر إلى الأردن دون أن تخبري والدك. أنا لست كبيرة وأكره الحكم. سأغير الإبرة التي استخدمتها، هذا سيخفف من الألم. هذا لن يغير شيئاً يا أبي، ألمها لا يطاق. يجب أن تثقي بي، ألست تتحدثين دائماً عن يداي الحاميتين؟ أليس هذا السبب في كوني طبيب ناجح؟ حاميتان نعم، لكنها حقنة. استديري. لا. لماذا سافرت إلى الأردن؟ لكي أعمل. لماذا لا تعملين هنا؟ لا يوجد عمل هنا، هل كنت ستسمح لي؟ ليس قبل أن تهدأ الأمور، لقد أفرغتها تماما من الهواء. أرجوك لا دعني الحقنة. استديري. لا. هل تعملين مع المعارضة؟ لا يا أبي، أنا لا أعمل مع المعارضة. وما حكاية الأسوار إذن؟ هدية من صديق. لماذا تحتفظين بهدية كهذه وتحملينها معك في حقيبة السفر؟ استديري. إلى أين كنت ذاهبة؟ أين كنت ستقيمين؟ في بيت ليلى صديقتي. أليست ليلى التي اعتقلت من قبل؟ ليلى تعمل مع المعارضة؟ ليلى لم تعد تعمل مع المعارضة يا أبي. هل تكذبين علي؟ أبي، أريد أن أنام. مع من تعيش ليلى؟ مع غسال شقيقتي. من أين هي ليلى؟ من حلب. شفتي أهل حلب؟ نرجع. سألني جبنا تغطليش وراي. لا عبيتي عبيتي قدي نرجع يا أبي، أريد أن أنام. أبي أريد. لا سوري، وين؟ سطرين فوق مثل ما بيطلبوا على عادة. أبي أريد أن أنام. لا أكثر بدنا. طيب اللي هون. خلينا الصمت. أوكي. وأعطيك استديري. إنه قلنا. يلا أوكي. هيك. استديري. إلى أين كنت ذاهبة؟ أين كنت ستقيمين؟ في بيت ليلى صديقتي. أليست ليلى التي اعتقلت من قبل؟ ليلى تعمل مع المعارضة؟ لا يا أبي، ليلى لم تعد تعمل مع المعارضة. هل تكذبين علي؟ يا أبي، أريد أن أنام. مع من تعيش ليلى؟ مع غسان شقيقي. من أين هي ليلى؟ حلب. يعني معارضة، وهذا يعني أن لها صلات مع الجيش الحر، وربما شقيقها قاتل معهم. ليلى وغسان يرفضان التسليم. وأنت؟ وأنا أيضا. لا أصدق، لا أصدق أنك أنت سافرت إلى الأردن دون علمي. لا أصدق أن ابنتي أنا كانت محتجزة لدى المخابرات. أنت يا فرح لازلت تخافين الحقن، ومع ذلك تهربين خارج البلاد وتحملين معك إسوارة علم الثورة. فرح، فرح. الذي فعلته معك لتهربين، لم أشرح لك معنى وجودك في الحياة لأنني اعتقدت أنك تعرفين. لم أكن لأفهم رحيل أمك لولا وجودك. أنت الدليل على أنها لم ترحل، والدليل على أنني قادر على الاستمرار، قادر على العمل، الغضب، البكاء،
لم أبكي أمامك من قبل، لكنني بكيت أمام أمك كثيرا. أنا لم أطلقها لأنني كنت أستطيع البكاء أمامها، ولأنها كانت تعرف كل شيء عني، حتى الأشياء التي لم أقلها، وكانت تسمح لي أن أغضب، وكانت تسامحني تماما كما تسامحينني أنت، وكانت تسمعني وتقاطعني أحيانا، بل كانت تقاطعني كثيرا، وكنت أغضب عندما تقاطعني لأن مقاطعتها لي تعني أنها لا تسمعني، لكنها كانت تسمعني وتفهمني تماما كما تفهمينني أنت. كانت لا تنسى ليلا أن تضع الماء قرب السرير، أن تعد القهوة صباحا وتشعل التلفاز على قناة الجزيرة، أن تضع إبريق الشاي على النار قبل أن نبدأ الطعام. لم تكن تنسى، مثلك تماما عندما لا تنسين، ومثلك تماما عندما تحملين من فضة السجائر وتنسين أني أدخن، وتدركين مثلها أنني لا أطيق البرد والحر الشديد. كانت تنسى وترفع صوتها تماما مثلما تصرخين أحيانا عندما لا تعرفين أنني موجود. لماذا حاولت الهرب تماما مثلما كانت تحاول أن تموت؟ ما الذي يجب أن أفعله لتعرفين أنني أحبك، أنني بحاجتك؟ أمك لم تقل لي، لماذا لا تقولين أنت؟ أبي، أنت بخير؟ أنا متعبة. حرارتك بدأت بالانخفاض. أريد أن أذهب غدا إلى الكوافير، هل ستسمح لي؟ لن تقص شعرك أليس كذلك؟ لا، لن أقص. إذن سأسمح لك. أبي، لو كانت أمي حية، هل كانت ستكون مع الثورة؟ مبعثة من الفول المزابر، فزلت أحتفظ بها. قهوة. كيف تحتملين العيش لوحدك؟ كما تحتملين العيش مع شخص آخر. جربت العيش مع آخرين، لم أطق الأمر، هم أيضا لم يطيقونه. أعتقد أنني مزعجة بعض الشيء ولا أنفع للسكن من جديد. حتى مع الشريك؟ تحديداً مع الشريك. العيش مع الشريك امتحان للعلاقة. سؤال بالنسبة لي بهذه السخافة، لمن هذه الكلمة؟ من سيمسك بجهاز تحكم التلفزيون؟ من سيقلي البيض؟ من سيحمل أكياس الزبالة؟ من سينظف المغسلة؟ من سيقرر أي نوع من الأصدقاء سنستقبل، وما المشروب الذي سنقدمه؟ لست كسولة ولا أتحدث عن القيام بأفعال بعينها، لكنني عندما أفكر في الحب أفكر به بطريقة مختلفة. لكن هذا صعب. كالنحت، عندما تنحتين تقررين شكل المنحوتة كما أقرر أنا شكل الحياة التي أريد. لماذا تمنعي نفسك عن البكاء؟ حاولت الهروب إلى الأردن، وتقلت على الحدود بسبب إسوارة كانت بحوزتي. ضربوني، أطفأ سجائر في يدي، لأن جاء ضابط كبير خلصني منه.
اتصل بأبي واتفقا على إعادتي إلى دمشق. والآن؟ أنتظر. لا أعرف ما الذي أنتظره. الهروب إلى الأردن كان فرصتي الأخيرة. كيف لهروب أن يكون فرصة الأخيرة؟ امبارحة تشاجرت مع أبي بسبب موقع السرير. يريد أن يبعدني عن النافذة. يقول إن قرب السرير من النافذة أمر خطر في حال حدوث انفجار أو سقوط قذيفة. أنا لا أريد الابتعاد عن النافذة. أن تسقط القذيفة هكذا مباشرة على سريري ستكون النهاية الأكثر هدوءا بالنسبة لي. هل ستكونين سعيدة أن عشتي مع أحد؟ سعيدة؟ لا أظن أنني قادرة على أن أكون سعيدة حتى لو عشت مع أحمد. حتى لو تزوجت؟ لم أجرؤ على التفكير في الأمر. لقد أقنعته خلال السنوات الماضية أنني لا أفكر في الزواج. كنت في البداية أكذب. مع الوقت صدقت أنني لا أفكر في الزواج. واليوم؟ لا أعرف. كل ما أريده هو أن أنام بقربه. هل أنت متأكدة أنه يريد الزواج منك؟ وأن اختلاف الطوائف هو المانع الوحيد لديه؟ نعم، متأكدة. لكن لابد لهذه الحكاية من نهاية. يمكننا أن نؤجل التفكير في النهاية. يمكننا. نستخدم هذه الكلمة إذا نملك خيارا آخر. أن نؤجل التفكير في النهاية يعني أننا لا نملك اقتراحا للنهاية التي نريد. ننتظر أن تأتي نهاية ما لتفرض نفسها علينا. عندها سنبرئ أنفسنا من مسؤولية اتخاذ القرار وسنطلق على أنفسنا اسم الضحية. وأي قرار سنتخذه ينطوي على خسارة ما. تحول الأمر تفضيلا بين خسارة وأخرى. شعرك متقصف. عليك أن تعتني به. سهل. لست محترفا. لا يهم. منذ أيام التقيت أخي خالد. التقيته صدفة في مظاهرة. ارتبكت عندما رأيته. توقعت أن يشيح بوجهي عني أو أن يحاول ضربي. لكنه لم يفعل. كان فرحا برؤيتي. اقترب مني وبدأ يهتف معي بحماس. الشعب السوري ما بينزل. بدأ إطلاق النار. لحظات واختفى خالد. اختبأت في أحد الأزقة على طرف الشارع العريض. وعلى طرف الشارع الآخر لمحته. لوحت له ليراني. ابتسم لأنه اطمأن علي. بدأ يصرخ من الطرف الآخر. كان يحاول أن يقول لي شيئا. كان صوت الرصاص يعلو على صوته. ربما كان يلومني لأنني قصصت شعري. ربما كان يطلب مني العودة. ربما كان يطمئنني على أمي. ها أنا أخسر من شعري. لو اعتنيت بشعرك جيدا لما تقصف. لما اضطررت لأن تخسريه. لابد من حمامات الزيت. تجنبي تمشيط الشعر وهو مبلل. استخدمي مشطاً ذو أسنان واسعة. واستخدمي البلسم بعد الشامبو على الأقل مرة في الشهر. ونامي على غطاء وسادة مصنوع من الساتان. لم أعتني بشعري منذ أن سافر أحمد. جمالك لك وليس لأحد. هل تقررين أنت شكل الحياة التي تريدين؟ أقضي أياماً هنا دون أن أرى الشمس. أتعمد عدم الاستحمام لأشم رائحة جسدي. أشعر أنني لازلت على قيد الحياة. وأندم لأنني لازلت على قيد الحياة. أترك الطعام في الغرفة لأراقب النوم. وألعب معه وأسكر معه. أقضي الليل مع البيرة والنار. فجأة ودون مبررات أسمح للشمس بدخول غرفتي. أستحم. أرتدي ملابس غاية في الإثارة. وأنزل إلى مقاهي ساروجة. هناك لا
لن أعجز عن إيجادي من أجل سماه وأحرص على ألا أترك عنواني لأحد. لا أعرف إن كان بإمكاني أن أعيش بهذه الطريقة. سافرة، لا يجب أن تبقي. فأعتقد أنني قادرة. تبدو مغادرة دمشق أصعب من البقاء فيها. بلى، أنت قادرة. وأنت؟ أنا؟ لن أغادر الروم، لن أغادر الشام. ليس لدي ما يدعوني للسفر، فأنا أيضا لست قادرة على أن أكون سعيدة. وأما عن السفر بحثا عن الأمان، فلا أعتقد أنني سأجد مكانا في العالم أكثر أمانا من هذه الغرفة، من وحدتي في هذه الغرفة. الموت قريب جدا، تلك فكرة مخيفة، لكنها تبعث على الاطمئنان أحيانا. قد يكون الأمان بالنسبة لي هو اختيار المكان الذي سأموت فيه. لن نلتقي مجددا، سنتحدث عبر سكايب. لا أحبه، ولكن من أجلك سافر. شرط، لن أفتح الكاميرا، وأكلمك إلا إذا رأيته بجانبك منحوتة تعملين عليه. ما هذا الشرط؟ تعرفين أنني توقفت عن نهر وأنني قد لا أستطيع ممارسته. أنت حرة، أنت جادة، تضعين شرطا بهذه الصعوبة كي لا نتواصل معا. إن لم تعاودي العمل في النحت لا داعي أصلا لنتواصل معا. لا داعي لأن نتواصل معا، دنيا أنت قاسية. فرح، عندما تعاودين النحت ستجدين نفسك قادرة على وضع النهاية التي تريدين، أو لنقل على نحت النهاية التي تريدين. وأنت؟ أيام في العتمة وأيام في الشمس، تلك هي حياتي. لدي ما أفعله هنا. تعرفت إلى شاب وسيم اقترح علي أن نعمل في الإغاثة معا. أفكر في أن أقوم بخطفه معي بعض الأيام في العتمة مع نملات الحبيبات. ألا يكرسك النمل؟ نملاتي لطيفات، يكرسني، وإن فعلن فقرصهن لطيف. تفضل. مرحبا دنيا، صديقة فرح. أهلا، لم تخبرني عنك من قبل. هل تعرف كل أصدقائها؟ اعتدت أن تخبرني. يجب أن تعودك على المفاجأة. لا تبدو بحاجة لهذه النصيحة. من السويداء؟ من الشام، من الميدان. من الميدان؟ غريب؟ لا، لدي أصدقاء كثر من الميدان. متزوجة؟ لا، ولن أتزوج. أوف، لماذا؟ لا يستحق الرجال هذا الرفض. بالتأكيد لا يستحقون، أنا أتجنى على الرجال. غريب. نعم، غريب بالنسبة لفتاة في عمري، أليس كذلك؟ تماما كغرابة أن أصادق فرح وهي أصغر مني بسنوات. يبدو أنك انزعجت من أسئلتي، لكن عليك أن تتوقعي مني أسئلة كهذه. هذه الأيام علينا أن نكون حذرين تماماً. فرح ابنتي الوحيدة وأخاف عليها، ومن حقي أن أطمئن على كل تفاصيل حياتها. هذا صحيح، كي تنعم بحياة آمنة. تمام. بإمكاني أن ألحظ الأمان في عينيها المتعبتين ووجهها الشاح. سأخذها إلى السويداء في العطلة. هل ترغب هي بالذهاب إلى السويداء في العطلة؟
لا يفهم الأبناء عادة منطق الأهل. أخمن أنك تعيشين الوضع ذاته مع أهلك. لقد تركتهم منذ سنوات. يبدو أنهم آذوك. لا أعرف ما هو مفهومك للأذى، لكن بالنسبة لي القضية قضية إرادة، إرادتي أو إرادة أهلي، شيء ما يشبه الثورة. الثورة؟ شيء ما يشبه. كم كان عمرك وقتها؟ 20. وهل كنت قادرة في ذلك العمر على اتخاذ القرارات الصائبة؟ ربما لا، ولكن هذا ما أؤمن به، هذا ما أؤمن به ولازلت إلى الآن. لا أفهم كيف ينسب فعل نبيل كالثورة إلى تحركات وأفعال ينقصها التعقل والمحاكمة المنطقية. كم عمرك؟ أنا؟ تسأليني أنا عن عمري؟ حسناً، 50. وهل عمرك الآن مناسب للثورة؟ لا يا ابنتي، لا يوجد عمر محدد للثورة. أنت أكثر نضجاً من أن تفهمي كلامي بهذه الطريقة. ما أردت قوله أن الثورة ليست مجرد هياج أو رفض مطلق لكل ما هو سائد. التفكير هو جزء من الفعل الثوري. إذا أنت مؤيد. أرفض هذه التقسيمات. أليست الثورة السورية برأيك فعل طائش؟ الموضوع أكثر تعقيداً. القضية ليست بهذا الشكل الذي تصورونه. إنها لعبة دولية قذرة، وإذا أردت فهمها لا عليك سوى النظر في الخريطة وملاحظة الموقع الذي تحتله سوريا. لا أعتقد أن من خرج للشوارع لقول كلمة لا في وجه الأمن كان لديهم الوقت للنظر في الخريطة. أرأيت؟ هذا تماما ما أقوله. ثم إنني أعتقد أن النظر إلى الخريطة سيخلق دافعا جديدا للثورة. كنت في 20 عندما تركت أهلك. هل تستطيعين أن تصفي لي كمية الخسارة التي تكبدتيها؟ قد تقولين أنك عشت حياة أكثر حرية، لكنني سأسألك. تخيلي أنك تعرضت لحادث سيارة، سيأخذونك إلى المشفى، هناك ستتألمين وحيدة، ستحتاجين إلى شخص يساعدك على دخول الحمام، شخص يحتمل صراخك وضجرك من السرير والغرفة والطعام. قد تجدين صديقا لكنه لن يعطيك من الصبر أكثر من ساعات. هل تتخيلين تجربة كهذه بلا وجود أمك بقربك؟ انسي كل هذا. هل تستحق أمك الألم الذي سببته لها عندما تركت المنزل؟ ولهذا السبب أنت مؤيد. أستطيع الآن أن أفهم ما الذي دفع فرح للهروب. لا أمانع في أن أكون السبب، لكنني لست كذلك. اسمعي، لك الحق في تدمير حياتك كما تريدين، لكن لن أسمح لك أن تتسببي بالأذى في حياة ابنتي. ابتعدي عن فرح. سأبتعد، سأغيب تماما. هكذا ستعيش مع ابنتك آمنين، ستسير الأمور كما تتمام. لا شيء جديد، لا خطر، لا تغيير. لن تعيش خطر الدخول إلى المشفى وحيدا. ستجد دائما من تصرخ في وجهه، ستجد دائما من يحتمل مزاجك، من يسعى لرضاك. دائما ستسير الأمور كما تدوم إلى أن تموت، أو أن تموت فرح كما ماتت زوجتك. إنه وقت إغلاق العيادة. إنه وقت إغلاق العيادة. فرح مطلوبة للأمن. كيف؟ ويجب أن نهربها فورا. كيف؟ من أنت لتأتي بمعلومة كهذه؟ عندما علمت بما حدث سألت أصدقاء لي في الجيش الحر لأطمئن عليها. كان الجواب أنها مطلوبة. لو كانت مطلوبة لما أفرجوا عنها. لم تكن مطلوبة وقتها، لكنهم احتفظوا باللابتوب عندهم، أليس كذلك؟ نعم. ويبدو أن اللابتوب يحتوي على ملفات فيديو لها علاقة بالثورة. لكنها حذفتها كلها. إنهم يقومون بعملية استعادة الملفات المحذوفة، وبعد أن اطلعوا على هذه الملفات عمم اسمها على الحواجز. يستطيع الآن أصدقائي أن يساعدون على تهريبها إلى الأردن. يمكنها أن تدخل الأراضي الأردنية بطريقة تبدو نظامية، شريطة ألا نتأخر.
أنت السبب في كل هذا. اخرجي من هنا. لماذا فرح؟ لماذا لا يعتقلونك أنت؟ تستطيع الآن أن تبلغ الجهات المختصة بوجود مخربة في عيادتك تهمتها أنها خربت حياتك. لا مشكلة في أن أعتقل، لن يفتقدني أحد. فرح حبيبتي، أنت بخير؟ لا 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 شيء. اسمعي، أنا قادم إلى البيت، لا تفتح الباب لأحد. فرح اسمعي، جهزي حقيبتك، سنذهب إلى السويداء، سأحكي لك لاحقا. لا أنصح بالسفر عبر السويداء، الطريق إلى هناك مليء بالحواجز. ما العمل الآن؟ هل لي بسيجارة؟ أمامك الكثير من الطرق، كلما كانت الطرق أكثر أمناً كلما كانت أكثر كلفة. لا أصدق. لا وقت أمامك. هل تعرفين أحداً يمكنه المساعدة؟ ربما. هل أنت مستعد للتعامل مع الجيش؟ ألا توجد طريقة أخرى؟ أخشى أن لا. سيكون من الخطر التواصل مع الجيش الخرا. التواصل مع الأمن الخرا ليس أقل خطرا. لا تقلق، أستطيع التكفل بهذه المهمة. لا أريد. دع كل الخيارات مفتوحة. لماذا يحدث هذا؟ قد يكون الوقت متأخرا لتطرح سؤالا كهذا. هل تعرفين معنى أن تسافر فرح؟ هل تحب ابنتك حقاً؟ أنت وقحة، امرأة هجرت أهلها، تدعي أنها لا تريد الزواج وهي على أبواب العنوسة، وتريد أن تلعب دور البطل في حياة ابنتي، وفوق هذا تناقش محبتي لها. كان أبي يمنعني من ركوب الدراجة، كان يقول انه يخاف علي من السقوط. لاحقا اكتشفت انه خائف على عذريتي، خائف على سمعته. لابد انك ألمته كثيرا. مات قبل ان اسبب له الالم. لكنني حي. كلما تأخرنا صار تهريبها أصعب. هل هناك إمكانية؟ الإمكانية موجودة. هل سترحل معه؟ لا، سأبقى في دمشق. أليس من الأفضل أن تبقى بالقرب؟ كم التكلفة؟ 500,000. كثير. لست هنا لأفاوضك، إما أن تقبل أو لا. قد لا أستطيع تحصيل هذا المبلغ. لو كانت فرح ابنتي لما ترددت. لست مترددا. لا تناقش إذا. إن كنت مهتما لأمر فرح، لماذا استبقيتم اللابتوب عندكم؟ لما أتوقع أن أجد كل تلك الكوارث، المظاهرات، طائرات تقصف، وناس تضرب في الشوارع، تعتقل. أعتقد أن فرح ليست بريئة. فرح بريئة؟ لماذا حاولت الهروب إذا؟ أنت من يجب أن يعرف هذه الإجابة. لم تقل شيئاً في التحقيق. ألم تعرف من أين جاءت فرح بالإسوارة؟ كيف ماتت؟ سرطان. قالت فرح أنها لم تكن سعيدة. ماتت بعد أيام من اكتشافنا للمرض، بسرعة، دون أن أستعد للأمر.
تماما كما تفعل فرحي اليوم، تماما كما يحدث في البلد. هكذا سرعة التحولات تفوق قدرتنا على التكيف معها. ربما لأننا لا نستحق الاستقرار الذي كنا نعيشه. وربما لم يكن استقرارا بل جمود. زوجتك كانت حزينة بسبب جمودها. متى سينتهي كل هذا؟ تقولون دائما أن الأزمة انتهت، لكنني أجدها تتفاقم. نكذب. لا، لكن ربما لا تسيطرون على الأمور. ربما لا نسيطر على الأمور، لكنك قلت قبل قليل أن التحولات أكبر من قدرتنا على استيعابها. مشكلة أن أسمع كلاما كهذا منك أنت. تذكر أنني هنا لأساعدك في تهريب ابنتك. هذا يعني أنك مستسلم تماما للتحولات. ليس أمامي خيار آخر. لن يطول الأمر، ستعود قريبا. أشك. كل ما يحدث يقول ذلك. لقد بدأ العالم يفهم أن الوضع في سوريا مختلف، وأن الحل الأفضل بالنسبة للجميع هو إيجاد الحلول بالاتفاق مع النظام لا بفرضها عليه. وهل التوصل لحل مع النظام أمر ممكن؟ كل شيء ممكن. النظام سينتصر والتاريخ سيعيد نفسه. وبعد أن ينتصر سيتخلى عنك، سيتخلى عنك من جديد. التاريخ يعيد نفسه بكل شيء. يبدو أنك كتبت وظيفتك جيدا. لم يكن من الصعب الوصول إلى معلومة كهذا. لقد أدرك النظام أنه أخطأ حين تخلى عن عرسه القديم. وما رأي ابنتك بهذا؟ من صاحب الأسوار التي وجدتموها في حقيبة فرح؟ لم تقل. هل عجزتم عن إجبارها على الاعتراف؟ إن لم تخبرني الحقيقة فلن أعقد الاتفاق. وماذا سيحل بفرح؟ سأتدبر أمر إخفائها عن الأنظار. إلى متى؟ حتى ينتهي كل هذا. وماذا لو ربح النظام؟ لو ربح النظام ستخسر ابنتك إلى الأبد. توقف عن إقحام ابنتي في الموضوع. عندما سرحوك انفض الجميع من حولك. كل أفراد عائلتك كان يخافونك. وحدها ابنتك وقفت لجانبك، رضيت بك أبا مهزوما وحيدا. لماذا قبلت العودة للنظام وخسارة ابنتك الوحيدة؟ يحميها. لماذا لم تنشق؟ لأن النظام لم يهزم. هل تفهم؟ النظام لا يهزم. أنا أختار المنتصر دائما. ولكنه تخلى عنك. وسيتخلى عني مجددا. كلما تستقر الأمور يتخلى عني. لكنني لن أكون حينها ذلك المغفل ذو الولاء الأعمى الذي وجد نفسه فجأة دون سطوة ولا مال. سوف أعرف هذه المرة كيف أحمي نفسي. سأجمع الكثير من الأموال، وعندما يأتي النظام للتخلي عني مرة أخرى لن أكون بحاجته. جميع أفراد عائلتي الذين تهافتوا علي أو الذين انفضوا عني يوما سيتهافتون علي. ما عداها؟ أنا أحميها اليوم من النظام وأحميها غدا بنقودي. هي لا تفهم ذلك. لكن سيأتي يوم تفهم أنني أحميها. لقد خسرتها إلى الأبد. كما خسرت ابنتك. ليس بعد. أريد أن أعرف ما المصير الذي تقود فرح نفسها إليه. ابنتي لا تعمل مع المعارضة، فما الذي يقودها إلى عمان؟ لماذا لا تخبرني الحقيقة؟ تخاف أن ألغي الاتفاق؟ اطمئن، لن ألغي الاتفاق مهما كانت الحقيقة. فأنا مستسلم للتحولات. إلى هذا الحد تخشى تكرار الموقف.
يبدو أنك بذلت جهدا كبيرا. حاولت تجنب تكرار الماضي، حاولت أن لا أسلم بأنه قدر محتوم. احتضتها برعاية منذ اليوم الأول لرحيل أمها، عدة مربيات تعاقبن على البقاء مع فرح في المنزل خلال تواجدي في العمل. هادئة تماما، وضعت نظام مراقبة سري في المنزل لأرصد حركاتها وسكناتها. ساكنة تماما، كنت أزور مدرستها كل أسبوع من دون علمها، لأقف على أدائها الدراسي وسلوكها في المدرسة. ملفها نظيف تماما، أعرف كل صديقاتها وأحفظ أرقام تليفونها. حاولت تجنب تكرار الماضي، حاولت أن لا أسلم بأنه قدر محتوم. احتضتها برعاية منذ اليوم الأول لرحيل أمها، عدة مربيات تعاقبن على البقاء مع فرح في المنزل خلال تواجدي في العمل. هادئة تماما، وضعت نظام مراقبة سري في المنزل لأرصد حركاتها وسكناتها. ساكنة تماما، كنت أزور مدرستها كل أسبوع من دون علمها، لأقف على أدائها الدراسي وسلوكها في المدرسة. ملفها نظيف تماما، أعرف كل صديقاتها وأحفظ عناوينهم وأرقام هواتف منازلهم. أدخل غرفة نومها ليلا وأراقبها وهي نائمة. كم رغبت في دخول أحلامها لأحرسها من أي كابوس محتمل. كل ذلك لم يجدي نفعا. لو لم أتدخل حينها وأجبر أهلي على تزويجي بها لكانت قد ذبحت. ما الذي يضمن لي أن فرح ستعثر على شاب ينقذ حياتها إن كررت فعلة أمها القديمة؟ التاريخ يعيد نفسه، ليس كذلك؟ إن أراد الماضي إعادة نفسه فلن أتمكن من منعه. أولوية اليوم سلامة فرح. هذا أفضل. تخوفي إذن في مكانه. ليس لدي ما أقول، بإمكانك أن تتراجع عنك. هل ستعرف فرح يوما أن كل ما فعلته في حياتي كان من أجلها؟ يوم الخميس صباحا ستكون فرح على الحدود بين 9:00 و9:30. ستسأل عن المساعد عبد الرزاق وهو سيتصرف. إن لم تجد ستدعي أنها نسيت أوراقا مهمة وتعود. لا تحاول الاتصال بي. سأرسل شخصا إلى عيادتك الأربعاء القادم ليستلم المبلغ. سيعرفون، ولكن بعد فواتي. آخر مرة جئنا فيها إلى عمان كان عمرك 2. جئنا لزيارة أصدقاء. كانت المرة الأولى التي خرجنا بها أنا وأمك من سوريا بعد الزواج. أذكر أننا ذهبنا إلى قلعة قديمة، لم أعد أذكر اسمها، لكنها على جبل عال. بإمكانك أن تري كل عمان من هناك. أذكر أنها كانت تعيش سعادة لا توصف، وكان هذا مدهشا بالنسبة لي.
سألتها عن سبب سعادتها على الرغم من أنها لا تحب الآثار. أجابت أنها سعيدة لشعورها أنها تشبه السواح الأجانب. فجأة طلبت مني أن نتحدث الإنجليزية أثناء تجوالنا في القلعة ووافقت، وبدأت تتصرف بطريقة غريبة. بدت وكأنها إنسانة أخرى، تركض من حولي، تقفز، تقوم بحركات غريبة عندما أصورها لتبدو كنجمات السينما. كانت مدهشة، والغريب في الأمر أنني سمحت لها. لقد بلغت بها الجرأة أنها طلبت تقبيلي. طلبت؟ تخيلي. يا إلهي، وهل نجحت؟ لقد تأخر شقيق صديقتك. أبي أرجوك، يمكنك أن تذهب. ليس قبل أن يأتي الأخ ويستلمك. تقول أنك ستوصلني إلى الشارع ثم تقرر الذهاب معي إلى كراج، وهناك أجدك فجأة في السيارة ذاهبة معي إلى عمان. لماذا تقول هذا؟ ألم تشاهد وجوه الشباب؟ ثم أن وضعك خطير، خفت أن يحدث معك شيء على الحدود. طيب لماذا لا تعود الآن؟ بعد ساعة لن تستطيع العودة، تغلق الحدود عند الساعة الثالثة. أنام الليلة في فندق وأغادر غدا. كيف تتوقعين مني أن أتركك قبل أن يشرف الأخ؟ ثم لماذا هذا التأخير؟ شخص يتأخر على مواعيده لا يمكن الوثوق به. لست بحاجة أن تثق به، أنت بحاجة أن تثق بي. لست صغيرة وأستطيع الاعتماد على نفسي. تذكرت، خذي هذه $1,000، سيسلك مثلها أول كل شهر. هذا ردك على كلامي؟ $1,000 عند أول كل شهر؟ أبي هل تفهمني؟ هل تفهم ما الذي أريده؟ أنت التي لا تفهمين. عمان غالية جدا، هل تعرفين كم الدينار الأردني بالنسبة لليرة السورية؟ الدينار الأردني 150 ليرة سورية. 150 ليرة سورية يا فرع. سأعمل يا أبي، وعندما أحتاج المال سأطلب منك. لن تعملي، لست مضطرة للبحث عن عمل وتحمل مضايقات الناس وتعريض نفسك للخطر والإزعاج. بل مضطرة. أتعرفين ما الذي تفعلينه الآن؟ أنت تستغلين أنني مضطر لإخراجك من سوريا، فضلت العيش وحيدا وأن أتركك تعيشين لوحدك في مدينة لا تعرفينها على بقائك في سوريا معرضة للخطر، وهذا كله بسبب حماقتك. تذهبين إلى الأردن دون علمي، وتعبرين الحدود وأنت تحملين في حقيبتك علما للثورة، وتحملين معك جهازا مليئا بملفات خطيرة، وهذا كله من أجل ماذا؟ للبحث عن عمل؟ ألا تسمين هذه حماقة؟ وعلي الآن أن أتقبل هذا. أنا الآن أدفع ثمن حماقتك. كل ما فعلته أنني حاولت أن أكتشف شكل الحياة خارج الدائرة التي وضعتني داخلها. أليس هذا حقي؟ حقك؟ أن تخرجي من دائرتي؟ أهذا ما تريدين؟ حبك لي لا يعني سيطرتك علي. هكذا إذا تحرري من حبي ومن سيطرتي، أهذا ما تريدين؟ أرجوك لا تلجأ لهذه الطريقة كي تنهي الحوار. هل كانت تلك طريقتك في إنهاء حواراتك مع أمي؟ ربما لم تكونا تتحاوراني أصلا. لا أذكر أمي إلا حزينة، مع أنني لا أذكر أنكما تشاجرتما يوما، لكنها كانت حزينة. أسألك فتستغرب وتنكر، أمك كانت سعيدة يا فرح. هل كانت سعيدة حقا؟ هل كانت تهمك بذلك؟ أم أنك لم تستطع يوما إدراك حزنها؟ هل هو السرطان الذي نال من الحياة في عينيها؟ ما هو هذا السرطان؟ أشعر الآن أنني قادرة على فهم هذا الحزن، على فهم ما معنى أن يهجم السرطان على امرأة في عز صباها. إنه الألم يا أبي، الألم الذي لم تسمح له بالخروج، لكي لا تقول لها في نهاية حوار بينكما تحرري من حبي وسيطرتي، هذا ما تريدين؟ فرح هذا كثير، تقولين أنني السبب في موت أمك. لم أقول هذا. لم تكن أمك يوما بهذه القسوة، ماذا تريدين؟ أريد أن أشعر أنني قادرة على العيش لوحدي. أنت تستعجلين موتي. أن أكون قادرة على العيش بمفردي لا يعني أنني أستعجل موتك. كفي عن ترديد كلام المسلسلات هذا، أنت ابنتي وأنا أحبك وأخاف عليك. أنا آسفة، لكن ما تقوله أنت الآن هو كلام المسلسلات. فرح انتبهي في أي مجتمع تعيشين. اعتبرني شابا إذن. جرب لعبة كتلك التي لعبتها مع أمي في القلعة، جرب. أنت الآن تفاجئينني تماما كما فاجأتني أمك في ذلك اليوم. حسنا، حديثي كما لو كنت شابا. سيكون حديثك أكثر جدية معي، ستتحدث إلي بثقة، ستنصت لي، ستفكر في كلامي وقد تقتنع، ستشعرني بالثقة، ستشعرني أنني قادر على أشياء قد لا تستطيع أنت فعلها.
ستكون شخصاً آخر، ستكون مرتاحاً أكثر، ستتحدث معي بطلاقة، ستكون كلمات بديئة وتسكن براحتك ولا تتوتر بسبب نظرات الشبان إلي، وقد تشاركني النظر إلى صبية جميلة في الشارع. هذا يكفي. وستسمح لي بالعمل، ستسمح لي بالعمل دون حتى أن تعرف ما طبيعته. لن تعملي. سأعمل يا أبي، سأعمل يا أبي، أنا خايفة تعليمات أفضل من أن أعمل وأكذب عليك. إذا لنعد إلى دمشق. لنعد إلى دمشق. يبدو أن صديقتك الكبيرة قد خربت عقلك. عمن تتحدث؟ أنت غسان شقيق ليلى؟ نعم، أنا غسان شقيق ليلى. أبي، هذا غسان شقيق ليلى. مرحبا عم، أنا غسان شقيق ليلى. أعتذر عن التأخير، لكن ليلى لم تخبرني بالتوقيت الصحيح لوصولكم. لكن هذا لا يجوز يا عم. أنا أترك ابنتي أمانة بين أيديكم. ماذا لو جاء شخص آخر وتظاهر أنه غسان شقيق ليلى؟ هل كانت ستعرفه؟ عندها ماذا كنت ستقول؟ ليلى لم تخبرك بالتوقيت الصحيح؟ بماذا يفيد هذا؟ معك حق يا عم، معك حق والله. يا بني أنتم في الغربة، والحذر يجب أن يكون مضاعفاً عن الحالات الطبيعية. معك حق يا عم، هذا ما أفعله عموماً، لكن لا تقلق، السوريون كثر هنا، وهذا يبعث على الاطمئنان. أعداد السوريين في تزايد، أليس كذلك؟ الشهور الأخيرة شهدت تزايداً ملحوظاً، لكن الوضع الأكثر صعوبة في المخيمات، الوضع هناك بات كارثياً. هذا متوقع. وكيف تجد تعامل الأردنيين مع السوريين؟ بشكل عام جيد، لكن دائما هنالك استثناءات. لقد انتشرت فضاءات في الآونة الأخيرة، ظاهرة التسول بين السوريين، حتى أنني سمعت عن أردنيين يدعون أنهم سوريون ويمارسون التسول. تسول؟ أسمعت يا فرح؟ تسول؟ نسمع باستمرار كلام عن إغلاق الحدود بشكل نهائي. هل يمكن أن يحدث هذا؟ الأمر مستبعد، لكن هذا الكلام يسمع بموازاة الحديث عن مساعدات بملايين الدولارات لدعم الأردن في استيعاب اللاجئين. سياسة. نعم، إنها سياسة. سياسة حقيرة. حقيرة جدا. نعم، سياسة حقيرة جدا. اعتني بفرح وبليلى. لا تقلق يا عم، لن أوصيك. أريد أن أسألك سؤال. توجد قلعة في قلب عمان، موجودة على قمة جبل عال، مطلة على كل عمان، ما اسمها؟ لا اسم لها، لكن الجبل يدعى جبل القلعة. عموما مكان جميل جدا. هذا صحيح، جبل القلعة، اسمه جبل القلعة. أريدكم أن تأخذوا فرح إلى هناك، أريدها أن تزوره. لماذا لا تبقى الليلة؟ بإمكانك أن تنام في فندق ونذهب معا إلى قلعة غدا صباحا. لا أريد. عندما وصلت إلى عمان لم يكن معي سوى تلك الحقيبة الصغيرة. لا أفهم من أين جاءت كل هذه الحقائب. لأنك تحتفظ دائما بأشياء ليست مهمة. مع شاشة كهذه سنشاهد الكثير من الأفلام، ويجب أن نغير موقع هذه الأريكة. موقعها جيد. فضل أن نتابع الأفلام مستلقياً. هذه غرفة جلوس وليست غرفة نوم. كأني سمعتك تقولين هذه الجملة من قبل. ربما أمي كانت تقولها دائما، ومع ذلك لازال أبي يفضل النوم في غرفة الجلوس. عندما تتحدثين عن والديك يبدو الأمر محيرا لي، لا أستطيع أن أحدد إن كانا على وفاق أم لا. صحيح،
لا يمكنك بسهولة أن تفهم على أبي من هذه الناحية. في حياتها كان يعتبرها عبئاً لا يحتمل، يحملها مسؤوليات كل شيء سيء في حياته، لكنه اليوم يتحدث عنها بحنين غريب. أتساءل إن كان اليوم يشعر بالحنين ذاته إليه. في المرات القليلة التي كنت أجد فيها أبي وأمي يتحدثان بشكل طبيعي كنت أشعر بالسعادة. كان أبي يرمي بجمل ساخرة وكانت أمي تضحك. بالنسبة لها إنها فرصة ذهبية قد لا تتكرر. تضحك أمي وأنا أشعر بالأمان. إنها لحظات نادرة. أما غالبا كان أبي يظل صامتا، يرفض أن يصرح عن سبب صمته، فيظن كل منا أنه المسؤول. أما اليوم فكروا في أمي وأخوتي وأشعر بالعجز. لا أستطيع أن أقدم لهم شيئا، ولا أستطيع السفر إليهم، وها أنت الآن هنا ولا تستطيعين العودة إلى دمشق. أنا أريد البقاء معك. وأنا أريد أيضا، لكني لا أعتقد أن هذه الأيام هي الوقت المناسب لنفكر بما نريد. ربما هذه الأيام هي الأنسب. ما تقصد؟ إن كنت تعرف ما الذي تريده سيكون هذا هو الوقت المناسب. أعطيني السيجارة. جاد. هل اتصل بك مدير المطعم؟ لا، لكنه سيفعل. شيف سوري في مطعم أردني، فرصة لن تتكرر له. قد لا يتصل. لماذا لا تذهب إلى تلك المؤسسة التي أخبرك عنها كامل؟ قلت لك نيرالا، لا أريد أن أعمل في الإغاثة. لا معنى لهذا العمل حينما يكون مأجورا. وما المشكلة في ذلك؟ لدينا ما يكفي من الأبطال الذين يتصورون في الزاتة. لم أذهب لاستلام المال الذي أرسله لي أبي. هذا شأنك. تأخرت الدورة الشهرية. كم يوم؟ أسبوع. هذا طبيعي، ليس كذلك؟ لا أعرف. طبيعي. قد لا يكون الأمر طبيعي. أتذكر في المرة الأخيرة لم يكن الموقع جيدا. لكنك استخدمت الماء البارد والصابون، ألم تفعلي؟ بلى فعلت، لكن ماذا لو لم تنجح العملية؟ ماذا سنفعل؟ سأجهد؟ ماذا تقولين؟ لا يمكنني أن أعرضك لتجربة كهذه. الإجهاض عملية مؤلمة. تخاف علي؟ أم تخاف الحمل؟ ما الذي تقولينه؟ ماذا لو حدث الحمل؟ لا أظن أن الحمل سيحدث. ماذا لو حدث؟ هل تعتقدين أن عملية التنظيف ليست كافية؟ كنت في فترة آمنة وقتها. سأتأكد من الإنترنت من هذا الموضوع. ماذا لو اكتشفنا بعد أيام أنني حامل؟ أنا مشتاقة لدنيا. أحاول الاتصال بها عبر سكايب لكنها لا تجيب. ربما تعرف أنني لم أفي بوعدي إلى الآن. لم أعاود النحت. أحمد، في المنزل الجديد الذي سننتقل إليه أريد غرفة إضافية للنحت. أفضل أن تكون غرفة بنمل. سأنحت، لقد قررت. لابد أن أخلد هذا الألم. لا شيء يستحق الخلود هذه الأيام سوى الألم. لا يمكن الأيام القادمة أن تعاش إلا بتخليده والتأمل فيه وفتح أسراره. دنيا، سيكون اسم المنحوتة دنيا. اسمعي، إن كافة أنواع الصابون والمنظفات المستخدمة لتنظيف الأعضاء التناسلية للمرأة عقب الجماع لها قدرة شديدة على قتل الحيوانات المنوية، ونظرا لأن هذه المنظفات قلوية التفاعل فهي قادرة على إحداث شلل في حركة الحيوانات المنوية. ويمكن القول إن عمل الدش المهبلي بعد الجماع يقلل من فرص الحمل، لكنه ليس وسيلة من وسائل منع الحمل، بالإضافة إلى أن الحيوانات المنوية يمكن أن تصل إلى عنق الرحم بمجرد نزولها في المهبل.
قدامي. دعني أحاول. يا رب. ألو ألو أمي أمي. قطع الخط. هل ردوا؟ سمعتهم؟ سمعوا؟ لا، مجرد تشويش. لا تقلق، الأخبار السيئة تصل فورا. كل ما أنا بحاجته هو أن أسمع صوت أمي. هذا المنزل بارد جدا، أفكروا في تغييره. لا أحب هذا الحي، كما أنني لست مرتاحا لصاحب المنزل. أكره كيف تتغير لهجته حينما يتحدث معك. ابحث عن منزل جديد. أنت أيضا تكرهين المنزل؟ لا، لكن الأفضل أن تعيش في منزل مريح بالنسبة لك. لا أرغب بتغيير مكان سكني كل شهر. ما الفرق أصلا في تغيير المكان؟ إننا في عمان ولسنا في دمشق. كل الأماكن ستحمل رائحة ذاتها، ستحمل البرد ذاته. أشعر أنني وحيدة، لا أفهم ما الذي يمنعني من الخروج. البرد؟ لا، ليس البرد، ربما الخوف، ربما الكآبة. أحمد، أنا كئيبة. وأنا سعيد. ما الذي تعنيه هذه الكلمة؟ أنا كئيبة. اسمحي لي أن أقول إن هذا ترف. تذكري أنك تعيشين مع من تحبين. تذكري أنك تعيشين في بيت، إن لديك براد مليء بما يكفي الأسبوع. تذكري أنك آمنة، لا تعيشين خطر القتل أو الاعتقال. تذكري أن كثيرين في قرى سوريا وفي المخيمات يفتقدون كل ما تملكينه. من يعيش في ظروف كهذه هل يمكن أن يكون كئيبا؟ لن يجد الوقت للكآبة والحزن. لنعود إلى دمشق لنسلم أنفسنا إلى الأمن. تقصدي؟ لا أعتقد أننا سنكون مهمين بالنسبة لهم. تغيرت الأوضاع اليوم. لا أعتقد أن أحدا يكترث لناشط خرج مظاهرة قبل شهور، أو فتاة حملت في حاسوبها مجموعة من الأفلام لم يعد أحد يهتم لمشاهدتها. نحن اليوم بالنسبة لهم مجرد مراهقين لا أكثر. لقد تغيرت الطعم اليوم. هذا غير صحيح. أمثالنا لا يزالون يشكلون الثقل الحقيقي في النضال. نضال؟ نعم نضال. ألم تعجبك الكلمة؟ استغربتها فقط، لم أسمعها منذ زمن. المصابون بالكآبة لا يشعرون بهذه الكلمة. لماذا لا تشرح لهم أيها المصاب بالسعادة معنى هذه الكلمة؟ اتصل بي أبي، أخبرني أنه يحضر نفسه للانتقال إلى الضيعة. تحدث عن مشروع لتدريب الممرضات. قال أنه سيداوي النازحين هناك مجانا. بدا حزينا جدا. دعوته لزيارتنا. نعم؟ أقصد زيارتي لبضعة أيام، لم يجب. وماذا لو أتى فجأة؟ لا يعرف العنوان. قد يأتي ويتصل بك ويقول أنا في عمان، تعالي واحضريني إلى بيتك. سيكون الوقت كافيا لتحمل أغراضك وتخرج. والجيران؟ أبي لا يخالط الجيران. متى سيأتي؟ ما بك؟ قلت لك لن يأتي. لماذا تتوقع مني دائما كل شيء سيء؟ لماذا لم نعد قادرين على أن نعيش الحب الذي أردناه تماما كما كانت أيامنا الأولى معا في الأردن؟ لأنك لم تعودي تثقين بي كما كنت بالسابق. ما معنى أن أثق بك؟ ألم تقل دائما أن أتفق على الأشياء وأنك لا تفرضها فرضا؟ أن أثق بك يعني أن أوافق على كل شيء تقوله. هذه الثقة. أنك لم تخبريني أنك تبحثين عن عمل. لقد أجريت مقابلتي عمل. الثقة يا فرح أن نلتزم بما اتفقنا عليه. لم أتفق، أخبرتك أنني سأبحث عن عمل. وأنا لم أقبل. وماذا عني؟ تقومين بأي شيء ترغبين به دون إقامة أي اعتبار لي. أنت لا تشعرين بمدى الضيق الذي يسببه ذلك. كيف لي أن أحمل كل هذا وحدي؟ لنحمله معا إذا أنا لست شريكتك. لا تتصرفين كشريكة، أنت ترين الأمور من زاوية واحدة. في الحياة لابد من اتخاذ قرارات سريعة، قرارات قاسية ولا مجال فيها للمناقشة، وهذا ما لا تدركينه. لا تقل لي السفر إلى حلب مرة أخرى. فرح، ما بك؟ ألا تفهمين؟ منذ أن صارت المجزرة في قريتنا وأنا لا أعرف عن أهلي شيء، ولم أستطع الاتصال بهم حتى. آسفة، لكن لا داعي للقلق.
لقد قرأت أسماء الضحايا على الفيسبوك ولم تجد أي اسم من عائلتك. وماذا تريدين مني؟ أن أنتظر المجزرة القادمة؟ وما الذي سيغيره ذلك؟ اطمئن قلبي، ليكون معهم. هناك سأجد طريقة لإخراجهم. سأساعدهم على إيجاد منزل في تركيا. سأساعد أخي على إيجاد عمل. قد أستطيع أن أستخرج لهم جوازات سفر وآتي بهم إلى هنا أو إلى بيروت أو القاهرة. لابد أن نجد حلاً لهذا كله. لقد اختنقت. أريد أن أسمع صوت أبي. إنه يزورني في كل ليلة حزين ولا ينطق بكلمة. أشعر أنني سأسمع صوته في الضيعة. هناك سيزورني في الحلم وسينطق وقد يكون سعيداً أيضاً. أحمد، لنتزوج ونذهب إلى حلب معاً. وأهلك؟ لن يفعل شيئاً. سيذبحك والدك. لا، لن يفعل. إنها مجرد أوهام. لا يمكنني أن أخاطر بحياتك بهذه الطريقة. إنها حياتي. إنها مسؤولية. أحمد، حياتي مسؤوليتي أنا. الأمر الآن مختلف. يمكنني القول إذن إن حياتك مسؤوليتي وعليه، فأنا لا أسمح لك بالذهاب لحلب. فرح، ما بك؟ لنتحدث بهذا لاحقا، ثم أنني سأعود. لا أبقى هناك. لنتزوج ولنذهب معا إلى حلب. هل جئت إلى حلب؟ نعم. تريدينني أن أخذك معي كزوجة إلى حلب؟ نعم. وأنت درسية؟ نعم، وما المشكلة؟ أنت لست على غيره. أحمد، أنت خائف علي من أهلي أم من أهلك؟ فرح، ما الذي تريدينه؟ أحدثك عن أهلي الذين اختفوا بعد المجزرة فتحدثيني عن الزواج. ما بك؟ أفكر في أهلك تماما كما أفكر بأبي، لكنك لم تلاحظ أنك تخطط الأيام القادمة دون إقامة أي اعتبار لوجودي في حياتك. تريد أن تسافر إلى حلب؟ تريد أن تسافر إلى حلب؟ طيب، حسناً، لنتزوج ونسافر. لا، لنتزوج ونسافر معاً. لنسافر معاً دون أن نتزوج. أنت أنانية ولن أرد عليك. أنانية. لا أريد إلا أن أسمع صوت أمي فقط. أنانية. أنا أنانية. أنا غبية. غبية لأنني أطالبك بما يجب أن تفعله أنت بإذن. فلا أخلصي. سأعود إلى سوريا أحمد. سأعود إلى سوريا بطريقة نظامية ليعتقلونني. وستكون وقتها في حلب تحاول الاتصال بي ولن تستطيع. فرح، أرجوك توقفي. لنتحدث في الأمر فيما بعد. بإمكاننا أن نجد حلاً معاً. لست بحاجة لأن تجد حلاً. حتى لو قررت البقاء هنا، لا فرق عندي. أريد العودة إلى سوريا. فرح، لا تجني أرجوك. خلاص. أنت كاذب. أنت أناني. لقد جئت إلى هنا إلى عمان من أجل. فرح. ولا أنت. أرجع تكراري هذه الجملة. ما الذي يعنيه أنك جئت إلى هنا من أجلي؟ ما الذي يعنيه أن أفعله لكي أفيك الدين، لكي لا أضطهد من قبلك؟ لا شيء، فقط لأنك جئت إلى هنا من أجلي. خلاص. ألو؟ أمي؟ نعم، هذا أنا. أنا أحمد. أنتم بخير؟ أحمد، أنا أبكي. أنا أبكي وبصوت عال. لن أتوقف عن البكاء مهما أزعجك ذلك. لن أتوقف عن البكاء حتى أشبع. حتى أشبع. إنها أمي. لقد سمعت صوتها. لا زالت على قيد الحياة. عزيزاتي دنيا، لقد حاولت الاتصال بك عدة مرات عبر سكايب، لكنك لا تردين.
كتبت لك أيضا ولرات، ما الأمر؟ هل أنت بخير؟ قالوا في الأخبار أنك قذيفة سقطت في الشعلان، هل كانت قريبة من بيتك؟ أسجل لك هذه الرسالة وأنا على جبل القلعة، المكان الذي طلب أبي من أحمد أن يأخذني إليه، لكن أحمد لم يفعل لسبب ما أشعر أنني سأصادفك هنا. أنت بخير؟ لماذا لا تردين؟ لقد بدأت في النحت. دنيا، أنا قلقة عليك. ها أنا الآن أنحت، ومع ذلك لم أستطع أن أقرر نهاية القصة. أحمد سافر إلى حلب وسيعود قريبا، وسنبحث أمر الزواج. أنا لا أصدقه رغم أنه لا يكذب عادة. ربما أصدقه، لكن شيئا ما يجعلني أتعامل مع الأمر ببرود. لا، أنا لا أصدقه. لقد قال هذا لكي أتوقف عن البكاء، مع أنني لم أتوقف. لم أتوقف عندما قال أننا سنبحث أمر الزواج. لكنني الآن أفكر أن لا قيمة لهذا الزواج. زواج لا يكون إلا إذا طلبت به. تتزوج فقط لكي أتوقف عن البكاء. أجمل ما في هذا المكان أنه يطل على المدينة من كافة الجهات. أشعر أنني خارج المدينة، أتفرج على المدينة وكأنها حكاية. أنا خارج الحكاية، خارج المدينة، وكأنني حكاية أخرى، مدينة أخرى. لو تعرفين كما ارتحت عندما بكيت ولم أتوقف عن البكاء. دنيا العزيزة، اشتقت لك كثيرا. أردت أن أفتح الكاميرا لكي أريك أنني بدأت بمنحوتة، جسد امرأة. ستعجبك عندما ترين. هل أنت بخير؟ بسبب ما أنا مؤمنة أنني سأراك ثانية في سوريا. سنخرج معا إلى باب توما وسنعود في وقت متأخر من الليل. قد نكون لوحدنا، وقد أكون أنا برفقة أحمد وربما شخص آخر، وأنت ستكونين برفقة أحد عشاقك العابرين، وقد لا يكون عابرا أيضا. ربما تكونين الآن برفقة أحدهم، ولهذا السبب لا تردين علي. قد تكون هذه الأيام بالنسبة لك هي أيام العتمة التي حدثتني عنها. عندما تقررين إدخال الشمس إلى غرفتك ستسمعين رسالتي. دنيا، أنت بخير؟ هل أنت معتقلة؟ إن كنت كذلك فإن الأمن سيدخل إلى بريدك الإلكتروني وسيسمع رسالتي هذه. أنتم تسمعون رسالتي؟ إذا اسمعوا، إياكم أن تلمسوا هذه المرأة، ستصيبكم لعنتها إلى آخر الحياة. يسرني أن أخبركم أنكم اعتقلتم امرأة مقدسة، ومن يؤذيها سيقضي بقية عمره بلا إحساس، يعني سيتوقف عن الشعور بأي شيء فيما تبقى من عمره، وستهاشمه الصراصير وهو نائم، وسيفقد أصابعه يوما بعد يوم، ولن ينتصب عضوه أبدا. اسمعوا، إن أديتم هذه المرأة سيسقط النظام. دنيا، لا تختفي.
منذ أن وصلت إلى القلعة أحاول تخمين المكان الذي حاولت فيه أمي أن تقبل أبي. أشعر أنني قد تعبت. هذا يكفي. تلك هي النهاية التي أريدها. لقد بدأت بالنحت، منحوتة لجسد امرأة. سأسمي المنحوتة دنيا. بدأت بالنحت وبتقرير النهاية التي أريد. بوجود أحمد أو بدونه، أفكر في أمر. ماذا لو صار النمل على جسد المرأة؟ أقصد المنحوتة. هل جربت هذا من قبل؟ لا يوجد نمل في بيتي. دنيا الحبيبة، أنا بخير. أفكر في العودة إلى دمشق. دنيا، المنحوتة هي جسد امرأة يسير عليها النمل. أفكر في أن يكون شعرها قصيرا. ما الفرق؟ لماذا تقص الأنثى شعرها؟ ماذا عن النهاية التي أريد؟ أريد أن يكون شعري طويلا، طويلا جدا. دنيا، أخبريني أنك بخير.